بشوط على الحيط لغايه ما يوصل سن 10 سنين. ليه عمرك ما فكرت تخوض انتخابات؟ ما مش لعبتي، مش لعبتي. بقت لعبتك؟ لا. يعني عمرك ما هتخوض انتخابات؟ ما بفكرش فيها خالص والله يا سيف. انا اتحطيت في مهم تكليف، لا مش تشريف. الحمد لله سني وخبراتي العمليه وخبراتي الرياضيه تسمح لي ان انا اقدر اعمل حاجه للنادي. انا ما ساعدتش للمنصب ده، بس انا اشكر الدكتور اشرف صبحي اللي هو اختارني عشان اكون موجود وحط ثقته فيا مع باقي اعضاء المجلس. احنا اشتغلنا من شهر 11 في ظروف صعبه جدا. انا اشتغلت على ملف واحد في النادي، يعني انا تحملت قسوة كتير من ناس كتير وشتيمه كتير من جماهير الزمالك ولبست مشاكل كتيره جدا في النادي عشان حاجه تانية. زمان قبل ما اكون عضو في مجلس الاداره كنت بزعل قوي لما المجلس يكون فيه انقسام ايا كان المجلس، ونائب رئيس يبقى يطلع يتكلم على رئيس او عضو يتكلم على المجلس بصوره سلبيه. انا مش حابب، لان مش ده اللي انا شفته. انا تواجدت في نادي الزمالك وانا صغير، حضرت جمعيات عموميه بيديرها العظيم حسن حلمي، وكان اللي بيعارض مين؟ استاذ شكري سرحان الله يرحمه، استاذ صلاح ذو الفقاره الله يرحمه، استاذ جلال معوض الله يرحمه، فمات. وخلاف شديد في النقاش ومجرد انتهاء الجمعيه العموميه خلاص الناس كلها قعدت مع بعض، قاعدين مع بعض صح صح بيتكلموا مفيش اي حاجه. فحتى فما ينفعش ان احنا لما تهاجم حتى من جماهير الزمالك اللي انا اساسا جزء منها، والفيسبوك بتاعي يشهد بقى من زمان، يعني انا بكتب ايه يعني. فكنت بتهاجم ولبست مشاكل كتيره، مصطفى محمد مش عارف انت اللي اتعاقدت مع مين، وده مش صح. بس انا اللي اتعلمته طالما ان احنا قعدنا على ترابيزه مجلس الاداره وخدنا قرار فهو قرار مجلس الاداره. انت ممكن تقول ان ده مش قرارك بس كنت بتدافع عنه، ده لازم وده المسؤوليه تحتم عليك كده، لازم ده قرار مجلس اداره. احنا في الاخر بشر، هنعمل اخطاء وهنصيب، بس لما هنعمل خطا احنا مش متعمدين نعمل الخطا، احنا بنجتهد، والمسلم لو اجتهد ليه اجر واصاب ليه اجرين ولو اخطا ليه اجر.